الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض أهم الأسئلة المتوقعة في مادة التربية الدينية الإسلامية على مقرر الفصل الدراسي الأول امتحان نصف العام. لو أول مرة تشوف القناة بتاعتنا، ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وياريت تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الطلاب. عندنا شباب الامتحان الأول، أولا القرآن الكريم من سورة المؤمنون، اقرأ ثم أجب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. عندنا ألف بيقول لك هات معنى ما يأتي. عندنا من سلالة من طين، عندنا علقة، عندنا مضغة. عندنا أول حاجة من سلالة من طين، يعني خلاصة من طين مأخوذ من جميع الأرض، يبقى خلاصة طين مأخوذ من جميع الأرض. طيب عندنا العلقة اللي هي دم جامد، هي دم ايه؟ جامدا. طيب عندنا المضغة، المضغة هي قطعة لحم قدر ما يمضغ، يبقى هي قطعة لحم قدر ايه؟ ما يمضغ، يعني حاجة ايه؟ صغيرة خالص. طيب عندنا ب، فسر معنى الآيتين الأولى والثانية من الآيات التي أمامك. عندنا شباب لقد خلق الله سيدنا آدم من طين مأخوذ من جميع الأرض، ثم خلق بنيه متناسلين من نطفة تخرج من أصلاب الرجال لتستقر في أرحام النساء. يبقى لقد خلق الله تعالى سيدنا آدم من طين مأخوذ من جميع الأرض، ثم خلقنا بنيه متناسلين من نطفة تخرج من أصلاب الرجال لتستقر في أرحام النساء. طيب عندنا رقم جيم بيقول لك املأ الفراغات التالية. عندنا حروف المد هي، طبعا يا شباب عندنا حروف المد هي الألف والواو والياء، يبقى الألف والواو والياء. طيب عندنا ينقسم المد إلى، طبعا بينقسم المد إلى مد أصلي ومد فرعي. طيب عندنا رقم دال بيقول لك اكتب من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنكم بعد ذلك لميتون إلى قوله تعالى وصبغ للآكلين. يعني يا شباب من الآية 15 إلى الآية 20، بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. صدق الله العظيم. عندنا ثانيا الحديث الشريف، قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. بيقول لك هنا ألف هات معنى ما يأتي لا يحقره بحسب امرئ، معنى لا يحقره أي لا يستصغر شأنه، يبقى معناها لا يستصغر شأنه. طيب بحسب امرئ
اللي هي معناها ايه؟ يعني يكفيه من الشر، يبقى بحسب امرين يعني يكفيه من الشر. طيب عندنا به بيقول لك اشرح الحديث السابق. عندنا يا شباب الحديث واجب المسلم نحو اخيه المسلم، لا يظلمه ويساعده على التخلص من عدوه، ولا يحقره بقول او فعل، ويحافظ على ماله ودمه وعرضه. يبقى الحديث الشريف بيتكلم عن واجب المسلم نحو اخيه المسلم، لا يظلمه ويساعده على التخلص من عدوه، ولا يحقره بقول او فعل، ويحافظ على ماله ودمه وعرضه. عندنا رقم جيم بيقول لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. عندنا رقم واحد من صور التعاون التي يساب عليها الإنسان مساعدته لزملائه بالغش في الامتحان، طبعا الإجابة خطأ. عندنا السؤال الثاني بيقول لك وقوف المسلم مع أخيه المسلم من الإسلام، طبعا الإجابة صحيحة. ثالثا الفروع، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. عندنا ألف بيقول لك الإسلام وكتابه القرآن الكريم أول وثيقة عالمية أعلنت حقوق الإنسان، الإجابة صحيحة. طيب عندنا رقم ب بيقول لك من مصادر الثقافة في الإسلام القرآن والسنة والتراث الإسلامي، طبعا الإجابة صحيحة. عندنا ثلاثة، الإسلام دين طهر ونظافة، الإجابة صحيحة. عندنا أربعة، من موجبات الاغتسال موت المسلم إلا إذا كان شهيدا، طبعا الإجابة صحيحة. عندنا ه، من سنن الاغتسال التسمية عند البدء، الإجابة صحيحة. طيب عندنا رابعا الكتاب الإضافي بيقول لك املأ الفراغات فيما يأتي. بيقول لك ألف، التوازن في الإنسان ينقسم إلى نوعين نقط ونقط، طبعا عندنا نوعين، توازن خلقي وتوازن خلقي، ودايما بتيجي في الامتحان. طيب به، الصلاة عبادة نقط ورياضة نقط، طبعا الصلاة عبادة روحية والرياضة جسدية، يبقى روحية وإيه الرياضة جسدية. طيب عندنا رقم جيم، الزكاة عبادة فرضها الله عز وجل لتطهر نفوس نقط من نقط وتعاليها من نقط. طيب عندنا يا شباب الزكاة عبادة مالية، يبقى الزكاة عبادة ايه؟ مالية، فرضها الله عز وجل لتطهر نفوس الأغنياء، يبقى لتطهر نفوس ايه؟ الأغنياء، يبقى نكتب هنا الأغنياء، من الشح والبخل، من الشح وايه؟ والبخل. طيب عندنا وتعالجها من الأثرة وإيه والأنانية، وتعالجها من الأثرة والإيه والأنانية. وهنا يا شباب نكون انتهينا من حل الامتحان الأول، انتظرونا إن شاء الله في الفيديوهات القادمة هنحل إيه الامتحان الثاني والامتحان الثالث. ما تنساش هسيب لك رابط المراجعة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ثلاث امتحانات إن شاء الله لن يخرج عنهم أي امتحان، وطبعا هيبقى الامتحانات بالأسئلة بالإجابة بتاعتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في رعاية الله.